اللغة الصقلية هي تعتبر من أقدم اللغات، وهي اللغة الرسمية لسكان سقطرى، وهي اللغة التي يتحدثون بها سكان سقطرى، فهي لغة رسمية ومن أقدم اللغات، وتعتبر من أقدم اللغات بقدم التاريخ. الميزة الوحيدة في اللغة السقطرية على اللغة العربية هي أن هذه لغة تنطق وتكتب، وهذه لغة يعني تنطق شفاهة ولا تكتب. أنواع الفنون والآداب في اللغة السقطرية فنون كثيرة وغنية، إرث ثقافي غني صراحة. هناك فن اللي هو التعودهين، وهو رقصة شعبية من أقدم الفنون، يصاحبها سجالات شعرية بين الشعراء. هناك زمهر، وأيضا عبارة عن مجموعة الأشخاص رجال ونساء، تعتبر يعني لهم أصوات خاصة. هناك يعني أشعار سجالات شعرية بين الشعراء، سواء في المدح، في الغزل، في الهجاء، في الرثاء. يا مراح حبيرا مهزا قطري بعنها انت في بحنها، الله عمل ليه في كده ما هاي نجاح مشكل كيفك.